كريم. ولذلك مكافأة لأبو حمد نبي أبو عبد الكريم سمعنا من صوته الجبلي شيء يوسع الخاطر. الله يسلم. أبشر والله، مع أني والله مستمتع. رجعنا أبو حمد عليه السلام للأيام الأولى وأيام المجلس العام. الله يرحمه. لو الحصين اللي سولف كان قلت ما قلتها أنا، ما قلت ترى كلمتين. قلت يا رجال أسلم أنا كلمتين ترى حاطها في إطار، يعني في إطار. أوكي راح خلاص. في الحلقة اللي راحت يوم تكلمنا عن الصبر ما الصبر، وجبت شيلة كذا سريعة كانت، جبت فيها بيتين. والله جاتني منامة، جاني ناس يكلمون يعني ليش ما جبت له بيتين، ليش ما كملتها، ليش ما هم صادقين. قلت بس الراجل جاية الثانية، أول واحدة هي بيت. طبعا احنا خفيفي، احنا دوسري. بسم الله خلكم معي. يقول صبرت واشوفك كثر الصبر ما فات، صبرت واشوفك كثر الصبر ما فات، الناس ترقد وانا عيني شقية، الناس ترقد وانا عيني شقية، ما فادني كثر صبري والتوجد، ما فادني كثر صبري والتوجد، لا واهني يا المعافى واهني، لا واهني يا المعافى واهني، لا عاد يوم عرفتك فيه لا عاد، لا عاد يوم عرفتك فيه لا عاد، لا عادها الله يا جل الثنية، لا عادها الله يا جل الثنية، شوف حرمني لذيذ الشرب والزاد، شوف حرمني لذيذ الشرب والزاد، وقفت ما بين شمس وبين فيا، وقفت ما بين شمس وبين فيا، من يوم شفته وقلبي فيه وقاد، من يوم شفته وقلبي فيه وقاد، تدخل على القلب حد الحضرمية، تدخل على القلب حد الحضرمية، وتدخل على القلب حد الحضرمية، تدخل على القلب حد الحضرمية. أرجو بس مشاهدين يعني جبناها كلها لا يزعلون علينا، بس قلبك خضر بيض الله وجهك. مو قلب الشاعر أنا عارف. ها قلب الشاعر احيانا اللي يقولها اشد. لا انا قلبي في الاطار الاطار هذا اللي ناخذ راي الشيخ صالح. تفضل شيخ صالح. الحقيقه هي القصيده جميله جدا، وقالها ابو عبد الكريم في منتهى الجمال. يا سلام. هذه وهي قصيده معروفه جوسريه اعتقد ابو عبد الكريم. تحت قلنا في الأول قلنا إنك شعر دوسري. أسلم ما عليك منهم. يقول الشاعر العربي: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، الله، فالقوم أعداء له وخصومه، لا كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم، الله حسناء وهي زينة مزيونة هم يحسدونها، نعم، وعلومها طيبة ويحسدون، لأنه ما اللي يقولون تف على تحامضة ترى بعض الناس صح ولا لا؟ الحسناء ممتازة. إنما هو في النهاية القصيدة جميلة جميلة. أنت رأيك وداها أبو عبد الكريم دوسرية، لا تنسى خالتي الله يرحمها دوسرية. ونعم عجبني يوم قال دوسرية، قال بغيت القصيد 100% وتبيه في سعادة ومقدرية، فليك تتعدى القصيدة السدراوية. السلام. ضيفنا اليوم لازم على مكان. أبو حسيني سم، تبي تعطينا قصة؟